سميلي ممثل بتحب تمثلي معه بمسلسل قريبا. تيم حسن. هاي يعني لحظة هولد. تيم حسن مش انه قطعت هيك مرور الكرام، بدك تكوني يعني بالهيبة. لحظة انه بدك تكوني بالموسم الرابع بالهيبة. هلا منشوف شو بيصير يعني. لا بدك تكوني نجمة الهيبة؟ لا طب ما فيك تسألني هيك. في شيء ما بعرف شيء انا. طارق خلينا نشوف اذا الروديو بيعرف. لا في شيء ولا لا؟ لا حكيوكي ولا لا؟ حكيوكي ولا لا؟ سينجا حكيوكي؟ لا ابدا؟ لا اوكي طيب هولد اون. السؤال اللي بعده، الأجر عن مسلسل 5.5 كان مثلك مثل باقي الممثلين ولا لأنك مبلشة جديد وعم ينعطاكي فرصة كان الأجر أقل بكثير؟ كيف يعني أجر أقل بكثير؟ يعني أداء بطي. شو؟ أداء بطي. هذا الشيء ماني رح أحكي عنه، ففينا نبلش إذا بدك. إنشا ألف ولا فوق الألف الحلقة؟ شو؟ الحلقة بألف ولا فوق الألف؟ أنا ماني رح أفتح تمي. أوكي طارق قوي. الحلقة بألف ولا فوق؟ سينجا. ما جاوبتها؟ خلص وقعتوني يعني ما بفهم. لا ما وقعنيك ولا يهمك. تفضلي. يا. السؤال الأخير. عم بحط ستوري. أوكي. أوكي خففوا شوي. سينجا سامييل. خففوا شوي. السؤال الأخير. بعدك زعلانة لأنه ما طلعتي ملكة جمال لبنان؟ ولا نكزة. ولا مرة كنت زعلانة أصلاً. والسؤال الأخير سينجا سامييل. راح المايك. لا سينجا سامييل بدي الاسم الكامل لحبيب قلبك هلا. طارق ضلك عم تضرب ولا تعطي؟ لا نوب. سينجا يلا. سينجا بدي الاسم. أول حرف